بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي هو لقلوبنا أنس ولأرواحنا سكينة وقدس، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين برحمتك أرحم الراحمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: طوبى لمن رآني، ثم طوبى لمن رأى من رآني. ونحن اليوم أيها الأخوة الأحباب في مجلس سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولقد أكرمنا الله سبحانه وجل وعلا أن يكون اليوم بين أظهرنا فرد وواحد من قلبه وعقله وروحه قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سيدي الحبيب عمر بن حفيظ، قد جاء إلينا في العام الماضي. وهذا النور المنبثق، النور المحمدي المنبثق، النور المصطفي المنبثق، يصل إلينا اليوم الآن إلى مجلس سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ألا وهو سيدي الحبيب كاظم الصقاف حفظه الله. فباسمكم جميعا، وباسم الجالية الإسلامية اللبنانية، وباسم الجالية الإسلامية عامة، نرحب بضيفنا العزيز، ونسأل الله سبحانه وجل وعلا أن يكون هذا المكان مكان وصال غير انفصال ودائم الاتصال، ويعود هذا الفضل لله عز وجل، الفضل لله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولشيخنا الجليل جزا الله عنه كل خير الشيخ أحمد عبده، فهو كان منظم لرحلة سيد السقاف حفظه الله. فباسمكم جميعا نرحب بكليهما، وبسيد عمر محمد عمر ليس موجود معنا اليوم. فإن شاء الله عز وجل هذه الليلة نفتح آذان القلوب ونجعل أرواحنا تتألق كما تألقت حول قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نستوعب مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، ونوصلها إلى من هو من عصاب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفض مسلما، وروح النبي صلى الله عليه وسلم تقبل جميع من صلى عليه. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم. إن شاء الله عز وجل تكون ليلة ممتعة بإذن الله عز وجل. On behalf of myself and the brothers who are actually looking after this blessed mosque, Sayyidina Uthman ibn Affan, after praising Allah subhanahu wa ta'ala, seeing his blessings, welcome the His Eminence and a member of the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid Qalim al-Habib Qalim al-Saqqaf, that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with to be read amongst us today, to teach us about the blessings and the barakah of the Sahaba around the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So we ask of myself and you today to open the ears of your heart and to let your ruh, release your ruh to the tongue of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and let it feel that each one of you is the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Let it feel that each one Muslim is from Ahl Bayt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So they go away today inshallah azza with the understanding of the Sahaba al-Kiram around Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And let it be known that the heart of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is open to every disobedient Muslim. I repeat, is open to every disobedient Muslim. And his ruh is capable of embracing your ruh, whether you're obedient or disobedient Muslim. All you have to do today, just today, just imagine you are with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam by looking at His Eminence as Sayyid Habibullah Qawm al-Saqqaf, Sayyid Qawm al-Mashkura.
إذا يا ونعيمها